يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك رجل طلب من أولاده أن يعطوه زكاة أموالهم من أجل أن يوزعها بنفسه على الفقراء، فأخرج النصف وبقي النصف الآخر، أخرجه متأخر، فما حكم هذا التأخير وجزاكم الله خير؟ على كل حال، ما دام أنه أخرج الزكاة ولا حبس ولا أخذ منها شيء أو تملك منها شيء، ما دام أخرجها فهو أخطأ في التأخير، ولكن حصل المقصود وهو وصول الزكاة إلى مستحقيها. نعم.